اللي حصل في ماتش بيراميدز ده يعني نموذج استثنائي يعني. جدا وكان مقدمه لما حدث في الدار البيضاء. يعني طبعا بكرر على ما قاله الاستاذ جمال يعني ان مباراه العوده هي شوط ثاني مهم جدا يعني ما فيهاش كلام يعني شوط ثاني للمباراه اللي هي يعني هنا شوط الاول 2-0 لا استرخاء وفي نفس الوقت حسابات تانية جديدة فنية من موسيماني لأن طبعا جاموندي مش برضو عنده أفكار جديدة. لا ما أصل هو كمان يعني خلي بالك هو المباراة يعني أنا كمان عرفت إن من خلال المحاضرة كان موسيماني قال للعيبة قدامهم مثل صغير كده كان الشامبيونز ليج كان برشلونه كسب ليفربول 3-0 مباراه الذهاب فاداهم مثلا ده وقال لهم المفروض الاثنين طبعا فرقتين كبار وانما برشلونه تتقدم 3-0 مباراه العوده بالنسبه لها الامور بتبقى منتهيه لكن رجوع ليفربول وجابوا 4 اهداف فادى مثل حي قدام اللعيبه اللي طبعا كلنا بنتفرج على الشامبيونز ليج ده برضو عايشين اللعيبه في الاجواء الصحيحه دي المباراه لسه ما انتهتش اللعيبه بتشوفها وبتتابعها طبعا اكيد يعني اكيد طبعا يا سامي المباريات دي بتبقى دروس مجانيه يعني لازم كل لاعب كره يستفيد حتى من المباريات صحيح. اللي بيشوفها يعني اتفضل استاذ فطبعا يعني مباراه العوده دي لها قيمه كبيره جدا ومهمه جدا وهي مش مجرد هتوصلنا للنهائي وبس لا ده هي هتدينا علامات المباراه النهائيه يعني صحيح. يعني علامات واضحه جدا اذا كان اللقب فعلا هيخش القلعه الحمراء ولا ايه بالظبط طبعا الاهلي غايب عن اللقب بقاله سنوات وده يعني الجيل ده قدامه فرصه ذهبيه جدا ان هو يعلي من قيمته زي الجيل السابق اللي لعب في المونديال الانديه اكثر من مره وانا اتشرفت ان انا اكون معاهم 3 مرات في اليابان يعني على الاقل فيعني اللعب في كمان في كاس العالم الانديه دي جايزه كبرى اللعيب يعني اللعيب اللي بيبص لنفسه كده ومشواره دي جايزه كبرى فيعني النهارده بس ما تبصش تحت رجليكم ان احنا في 2-0 في لا وفي ماتش مهم جدا جاي يوم الجمعه ان شاء الله وفي النهائي يعني انا يعني بشفق على اللاعبين وعلى موسيماني كمان ان هو اكيد بيفكر في النهائي في نفس الوقت يعني